السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم راح نبلش بأول درس من الأزمنة، وراح يكون عن الـ Present Simple. طبعا الـ Present Simple، الحاضر البسيط، هو من أبسط الأزمنة في اللغة الإنجليزية، وكثير بنستخدمه في الحياة العامة. بهذا الدرس راح أعطي أول شيء أنه القاعدة اللي هي الرول، و when we use it أنه متى بنستخدمه، وبعض الأمثلة اللي هي بالحالة الـ positive والـ negative والـ question اللي الموجبة والسالبة وحالة السؤال. طبعا أول شيء لحتى نبلش بالقاعدة، القاعدة اللي بتقول أنه subject plus verb 1. السبجكت هو الفاعل. السبجكت ممكن يكون أحد الأسماء، وممكن يكون أحد الضمائر الشخصية اللي هي الآي والهي والشي والإت والوي واليو والذي، وممكن يكون أحد الأسماء مثل أحمد، خالد، سارة، أي اسم. ومثل ما قلنا هو من أبسط الأزمنة، فقط ال subject زائد ال verb 1. حتى نروح نشوف ايمتى بنستخدم هذا الزمن، بنستخدمه في 3 حالات: إما بالهابت اللي هي العادة، وثانيا a fact which is always true اللي هي الحقيقة اللي دائما صحيحة، و a fact which is true for a long time اللي هي الحقيقة الصحيحة لفترة طويلة من الزمن. قبل ما احط امثله على هاي الـ على هاي الـ الـ الاستخدامات، راح بس انزل على اول الجدول اللي انا مسويه مشان نثبت معلومه انه السبجكت زائد الفيرب 1. اول شيء بنجي لعند البوزيتيف ستيت. مثل ما قلنا السبجكت ممكن يكون احد الضمائر الشخصيه يلي انا حاطهم على مجموعتين، والسبب صغير مشان انه بالهي والشي والات لازم مع الفعل نحط الاس تبعت اس الفاعل، ما لازم ننساها هي بالكتابة أو بالكلام. وأما بالآي واليو والوي والذي فنحن ما لازم نحط أي شيء مع الفعل، بكل بساطة بس السبجكت بعدين فورا الفعل بدون أي إضافة. كمان مثل ما قلنا أنه ممكن يكون أحد الضمائر الشخصية وأحد الأسماء. إذا جينا مثلا فور إكزامبل، هون أنا حاطط كل الضمائر الشخصية مع الفيرب مع تكملة الجملة. I live near here. You live near here. We live near here. أنا بعيش بالقرب من هنا. أنت تعيش بالقرب من هنا. نحن نعيش بالقرب من هنا، وكذلك البعض. نيجي لعند الهي والشي والإت. الهي lives near here. وشي lives near here. وإت lives near here. طبعا الإت لغير العاقل ممكن ما تزبط على الجملة، ولكن هي فعليا لغير العاقل، الحيوانات والأشياء الغير عاقلة. إذا بنيجي لعند النيجاتيف والكويشن ستيت، بكل بساطة في عنا فعلين مساعدين اللي هن الدو والداز. الدو بنستخدمها مع الاي والوي واليو والذي، والداز بنستخدمها مع الهي والشي والاد. اذا بحالة النفي بنحط الدو والداز بلس النوت، اما بحالة السؤال فهي فعليا راح تنحط في اول الجملة. بنيجي لبعض لنفس المثال بس في حالة النفي، كمان نفس الضمائر الشخصية اللي هي السبجكت، بعدين حطينا الدو والنوت، بعدين كملنا الجملة مثل ما هي. وكمان بنلاحظ انه بالهي والشي والات وقت حطينا الداز ما في داعي انه نحط اس الفاعل، فعليا فينا نقول انه هاي الاس اللي هون حلت محلها. فبتصير الجملة I don't live near here, you don't live near here, we don't live near here, they don't live near here, he does not live near here and she does not live near here and it does not live near here. هاي بالنسبة لحالة النفي. أما إذا بالنسبة لحالة السؤال فبكل بساطة نحن بس بنحط الدو أو الداز اللي هنا الأفعال المساعدة أول الجملة، بنحط الجملة مثل ما هي بدون أي إضافات. كمان هون بحالة السؤال نحن إمنا الإس تبعت الفاعل، لانه نحن وقت بنحط الداز ما في داعي نحط اس الفاعل، فقط حطينا دو او الداز في اول الجمله وكملنا الجمله مثل ما هي. بنرجع لحتى نحط بعض الامثله عن الهابت والفات في حالتين. اول شيء الهابت اللي هي العاده. فور اكزامبل انا كل يوم الصبح في الساعه 7:30، يعني بقول I get up
at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. هاي عادة أنا كل يوم بسويها، فلهيك بقدر أستخدم معها الـ present simple. نحط جملة تانية، for example أحمد اللي هو subject، بعدين smoke، حطينا اسم الفاعل اللي هي أحمد smokes too much، أحمد بيدخن كتير. مثل ما لاحظنا أنه هون أنا ما نسيت اسم الفاعل، لأنه الأحمد هي يعني هو. الأفكت which is always true، شو أي حقيقة دائما بتكون مزبوطة. مثلا إذا بدنا نقول vegetarian، عن الفيجيتيريان هن الناس اللي ما بياكلوا لحم أو دجاج، فبنقول مثلا vegetarians don't eat meat، إذا حطيناها بحالة النفي. vegetarians don't eat meat. vegetarians هون صارت حلت محلها الذي، فلهيك استخدمت انا الدو. اذا كنا يعني بما انه في اس فهن جمع، فلهيك حطينا الدو محلها، بعدين النات، وبعدين eat meat اللي هي كمالة الجملة. اذا بنقول على الفاكت which is true for a long time، مثلا انا بعيش، او مثلا انا كنت عايش في تركيا مثلا، او في سوريا، فبقول انه والله انا I live in Syria، يعني هو انا مثلا عشت فترة كتير طويلة في سوريا، بس لحد الان مثلا حاليا انا مش في سوريا، بس بقدر اقول I live in Syria. وهيك بكون خلص الدرس، وبتمنى يكون الشرح واضح، واي اسئلة بتمنى تتركوها بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله.